مبطلات الصلاة، مفسدات الصلاة. دمونز باتلون كي أو مفسدات. الكلام يتكلم متعمدا. قصدا خبرك ول. عالما تحريم الكلام في الصلاة. فدي بعد خبر ويجي بمونز كي خبري حرامي دي. ذاكرا لا ناسيا. خيادوي هيرم نبي. لو تكلم ناسيا أو جاهلا الصلاة صحيحة. كشرتا ييروتي أو يا جاهلو بتورتنا وخبري أكلي بيمون صحيح ده. الثاني من مبطلات الصلاة. دوام دمونز باتلون كشينونا. يتحرك حركة كثيرة. تدير زيادة حركتك خزيجي. متوالية متتابعة. أم ده غرني بر لبسي حركتك. لغير حاجة. بغير ده ضرورتنا كي. تنظر إليه تظنه غير مصلي من كثرة ما يتحرك. دوم رادير خزيجي جتبا ده جمان كي جتبا دمونز نده ولا. الثالث من مبطلات الصلاة الانحراف الكثير عن القبلة، يعني هذه القبلة هو ينحرف هنا أو ينحرف هنا. درام كم ذا قد قبلينا مخرة واللي قبلة أو زي كذا أو ذا بل طرفته مخري. الرابع انكشاف العورة، وهذا يحدث في من يصلي في البنطال عندما يركع ويسجد. إذا انكشفت العورة فالصلاة باطلة. ده غرنج بلش كم ذي أقعد عورت خكاركي دللي أو ده خاص طور هذا كذا جاها بانت شيرت أشي شكل السجدة تلات شيء دقي عورت خكاركي. الأكل الشرب الضحك. أم ده غرنج خندا خوراك سكلب ومنسك كول. انتقاض الطهارة. أم ده غرنج ده أودس ما تدل. خرج منه ريح وهو يصلي. ده منس بحالتك هوا وتل. أمر يحدث لكل الناس. ده هرجع سر واقعي. لا يمكن أن يكمل الصلاة. الصلاة انقطعت. دا نشي كده لا تدي سرب يا منزي كم ده أغام مكمل كي منزي قطشو يخرج يتوضأ ثم يرجع ويعيد الصلاة من جديد والله أعلم زيبا أو دسبكي أو رازي منزبا دسرنكي والله أعلم.